أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ورحب بضيفي الجزء الثاني من هذه الحلقة، عضو مجلس فبراير 2012 المبطل محمد دلال. حياك الله أبو عبد الله. الله يحفظك حسين. بعد غياب عن وسائل الإعلام. الله يبارك فيك. بداية خلنا ندخل حامي، يعني خاصة أن أنتم ناس من كنتم تنتقدون في فترة سابقة هذا المجلس، والآن بعد فترة وخاصة بعد فترة غياب واطلعكم على الوضع، أنتم مراقبين سياسيين يعني شاركتوا في فترات سابقة ولا أنتم تطلعون على الوضع السياسي؟ خلنا نتكلم على كم الإنجاز اللي موجود في هذا المجلس. ما تعتقد أن اليوم يجب أن تتغير وجهة نظركم بأنك بدأ المجلس أن تقولوا ما في إنجازات، أصبح لا في إنجازات وإنجازات نوعية في هذا المجلس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لك أخي علي على الاستضافة. حياك الله. عندي نقطتين قبل لا أدخل في موضوع المجلس وأدائه. النقطة الأولى، يعني لا يمكن أن إحنا لا نتكلم عن وفاة السيد جاسم الخرافي رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. بلا شك أن الرجل كان له دوره في إطار الوطن، فنسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة، ونعزي يعني أهل الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الصبر والسلوان. قبل أن نتكلم عن موضوع الأداء الفعلي للمجلس ولا حتى للحكومة ولا حتى للمعارضة، الواقع العام اللي موجود في البلد واقع سلبي عام أبو علي، وهذا الواقع السلبي لا المؤسسين الدستور كانوا يتوقعونه ويرتضونه لما حطوا الدستور، ولا الكويتيين اللي كانوا موجودين في الغزو سواء داخل الكويت أو خارج الكويت وبعد التحرير كانوا يطلعون إلى الكويت هذه اللي إحنا الآن نعيشها، حالة من الإحباط، حالة من التراجع العام، حالة من تأخر التنمية. شنو سبب الحالة؟ أسبابها كثيرة، جزء منها تعطيل العمل بالدستور، تجاوز الدستور، التناحر والاختلاف في النسيج الاجتماعي، وأحيانا بفعل فاعل من أطراف متنفذة وأطراف في السلطة، وترك الحبل على القارب في هذه القضية، تراجع دولة المؤسسات، عدم قدرة المؤسسات الدستورية، السلطة القضائية، السلطة التشريعية أن تؤدي أدوارها بطريقة صحيحة وسليمة، التلاعب بالقوانين، عدم تطبيق القوانين، كل هذه المسائل أخرت التنمية، خلت الناس في حالة من الإحباط. الواحد من كثر ما يحب الكويت ومن كثر ما هو متمسك فيها يشعر بهذه الحالة، اللي يعتقد إن لا مؤسسين الدستور كانوا يتوقعونها، ولما حطوا الدستور كانوا يطلعون إلى قد مشرق، ولا الناس اللي خلينا نقول إذا كانت في يعني منعطف تاريخي وقفة تاريخية موضوع الغزو والتحرير كانوا يتوقعونها. لذلك نحن في مرحلة تاريخية بقدر ما هو الداخل سلبي، الوضع الإقليمي كذلك ملتهب وقاعد ينعكس سلبا، فخالق عندنا هذه الحالة اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يفرجها. نعم. وأن يكون هناك أمل فعلا حقيقي في أن نتجاوز هذه المحنة. أوكي أبو عبد الله، يعني في فترات سابقة كان البعض يحملكم المسؤولية، تيار المعارضة اللي كان في ذاك الوقت، أن أنتم كنتوا سبب التهزيم وبالتالي كان يعطل هذا ما حدا ما جعل التنمية تتعطل بالكويت من أعتقد 6/2012 إلى اليوم، اللي هو من فترة يعني إبطال المجلس المبطل الأول إلى اليوم اللي أنتم غبتوا فيه عن المشاركة البرلمانية. تعتقد بأن الوضع العام، هل ترى أن فعلا هناك إنجازات وبالتالي أنتم كنتم سبب فيها، أم ترى أن الإنجاز واقف وبالتالي أنتم يعني ترون نوع من التبرير وتبرئة نفسكم أنه كان يتهمكم أن أنتم سبب تعطيل التنمية؟ فعلا كان هناك أصوات تقول أن المعارضة والنواب اللي كانوا يمثلون الأمة قبل 6/2012 هم السبب في تعطل التنمية. أوكي. وهم السبب في الخطاب السلبي العالي اللي كان موجود داخل مجلس الأمة، وهم اللي كانوا يقدمون الاستجوابات بدون وجه حق. أوكي. الآن المجتمع الكويتي بعد هذه التجربة شاف أن اللي عطل التنمية مو هم المعارضة، بل اللي عطل التنمية هم الآن السلطات الموجودة وبالذات السلطة التنفيذية. احنا عندنا وانا قلتها اكثر من مره، عندنا سوء اداره، عندنا فقر في الاداره على مستوى السلطه التنفيذيه، وعندنا طبعا سوء اداره في مجلس الامه وحتى في السلطه القضائيه. انا اتكلم بكل وضوح، السلطات تعاني من سوء اداره، تعاني من عدم وجود ما يسمى بقواعد الحكم الرشيد والحوكمه الصحيحه، وبالتالي التنميه معطله الى يومنا. خطط التنمية حبر على ورق، مشاريع كبيرة جدا، انت عارف وين استاذ جابر والمدينة الجامعية ومستشفى جابر، كلها معطلة.
لذلك أنا أقول هي ليست المعارضة السابقة هي سبب التعطيل. إذا تكلم عن خطاب الجلسات الأخيرة في المجلس الحالي، شوف الخطاب السلبي اللي موجود، هذا موجود في كل مجالس، موجود كل المجالس يعني، لكن إحنا نتكلم الآن أن هذا المجلس عطني أنا نفس الفترة الزمنية، عط مجلس فبراير 2012 نفس الفترة الزمنية اللي قعدها هذا المجلس الحالي، وشوف الرقم الكم القوانين اللي أنا راح أقرها. أخي ما في إنجازات في المجلس؟ ما تشوف أنه فعلا مجلس إنجاز؟ أنا قاعد أتكلم على الكم، الحين أكو كم، أتكلم عن الكيف. أنا أقول لك هذه القوانين كانت مطروحة من مجالس 2006 ولا من مجالس 2012، بس هذه المجالس ما تقعد من 2006، المجالس تقعد لها سنة سنة وشوي وتحل. الآن المجلس هذا قاعد يقر قوانين، تأتي إلى هذه القوانين تشوفها صحيحة سليمة، لكن تعالي هني نتكلم في الجانب التشريعي. والله يا أبو حسين أنا بعد شهر شهر ونص من وجودي في مجلس فبراير 2012 اسألوني الناس شنو تقييمك لوجودك في المجلس، قلت يا جماعة هذا عبث، نقعد احنا نشتغل ليل نهار عشان نفرق قوانين، لكن في النهاية ماكو حكومة قادرة على أنها تنجز أن تحقق إدارة صحيحة وسليمة. فإحنا نتكلم الآن، لا تكلمني عن المجلس، تكلمني أنا هني في الوطن قلت مجلس بلا رقابة، بلا رقابة، وأداء الرقابي متواضع جدا، يكفي يكفي في موضوع النقاش على الأقل داخل المجلس. هذا الأخ صالح عاشور من فترة وتصريح له قال النقاش في هذا المجلس إذا أكو نقاش، لأن ما في نقاش الحقيقة، القوانين قاعد تسلق سلق، يقول إذا أكو نقاش فالله يعني والله فرق بين السماء والأرض بين نقاش هذا المجلس والمجالس السابقة. هذا واحد منهم أقر بأن والله المجلس ما في نقاش. حضور الناس، أكو حضور في هذا المجلس في جلساته؟ ما في حضور في الجلسات. رؤية الناس الشارع الكويتي للمجلس وتقييمهم لأداء المجلس وتقييمهم لأعضاء المجلس مع احترامي لأشخاصهم، شوفي حالة من الإحباط وعدم الرضا العام. لذلك تقول لي بالكم، أنا أقول لك أي مجلس تعطيه الفترة الزمنية راح يعطيك كم من القوانين، ولكن كيف هل ترى أن القوانين هذه ليست على مستوى وجودة عالية؟ أنا ما أتوقع ذلك، يمكن بعضها طلع، وللعلم ترى هذه قوانين كثير منها معد سابقا، تقول لي عن محكمة الأسرة معد سابقا وجاهز كان، تكلم لي عن بعض التعديلات اللي صارت يمين وشمال، حماية المستهلك كان مقدم، عندي مجموعة من القوانين اللي عدت وهي كانت معدة مسبقا وفيها تقارير وفيها كل شيء. الاستجوابات يعني في هذا المجلس تكلك تصريح قلت يعني من صدق أن هناك استجوابات في المجلس الحالي فهو موهوم، فالاستجوابات المحترمة انقرضت منذ 3 سنوات تقريبا وما تبقى يسمى مسرحيات هزلية. ليش مسرحية؟ بأمانة علي الاستجوابات في هذا المجلس تحديدا مصيرها أو معظمها كان مصيرها الشطب أو شط محاورها. الاستجوابات لا يوجد استجوابات حقيقة تواجه السلطة التنفيذية، بل لما قدم استجواب حقيقي من الأخ رياض العدساني كان مصيره الشطب أو شطب كثير من محاورة. الآن الاستجواب الأخير من عبد الحميد دشتي، هذا الاستجواب أنا أشوفه مسرحية. ليش؟ في وجهة نظري الاستجواب أول شيء، وإن كان أكو نقاط، أنا قريت الاستجواب كله، وإن كان هناك بعض النقاط اللي يشوفها الواحد للوهلة الأولى يقول هذه نقاط وجيهة تستحق أن يتم المساءلة فيها، يعني في بعض المواد في استجواب دكتور عبد الحميد دشتي كانت جيدة تستحق أن يمكن فيها المساءلة، لكن أنا أعتقد أن الرجل، هاي وجهة نظري، الرجل يريد في معالجة مشكلة القضايا والشكاوى المقدمة من البحرين ومن المملكة العربية السعودية أن يعالجها مع الحكومة، فما كان لا إلا أن يقدم الاستجواب ويساوم فيها الحكومة. هاي وجهة نظري، هاي رؤيتي لاستجواب عبد الحميد دشتي من أساس القضايا اللي عليه، القضايا اللي عليه، ولذلك هي محور كامل موجودة نقطة من النقاط. أن في 16 قضية من السفارات اللي عرضها، هو 16 قضية مثل أيضا مواطنين مختلف الشرائح، لكن بالنسبة له هو عند المشكلة، الآخرين اللي قدمت عليهم شكاوى، مسلم البراك ومبارك دويلة وآخرين قدمت عليهم شكاوى من بعض الدول، من الإمارات ومن الأردن وغيرها من هذه الدول، لكن هؤلاء الناس ما عندهم صلاحية أن يروحون يقدمون استجوابات. هذه ما قدم الاستجوابات إلا بعد ما تفعلت القضايا، موضوع عاصفة الحزم صار له مدة، ليش ما تقدم باستجوابه منذ البداية في الموضوع؟ لذلك أنا أحط علامة استفهام، هذا الاستجواب ما كان مكتوب لأن يستمر، لأن المجلس لا يرقب
عشان والسلطة التنفيذية لا ترقب أن يستمر هذا الاستجواب في نظرهم. لذلك أنا أقول لك النواب محدودين في عملية الأداء الرقابي بما فيها الاستجوابات. هاي وجهة نظري. أوكي، أنت لما تتكلم أن ما في تفعيل للأداة الرقابية، لكن ليش ما تشوف أن في مثلا وزيرين رحلوا بسبب تقديم الاستجواب؟ يعني الوزير المدعج رحل، وأيضا وزير الإبراهيم رحلوا بسبب أيضا توريح بالاستجواب، وجدوا معارضة من النواب. ما تشوف أن هذا أيضا المجلس قاعد يقوم بدوره؟ كان أنا أقول لك عبد العزيز الإبراهيم صرح تصريح خطير وهو طالع، وقال أن ثمن الإطاحة فيني للشخص الواحد 350 ألف دينار. لا، ما قال الثمن، هو أحد المغردين قد كتبه، لكن هو ما قال. قال تصريحه أنا سامعة يقول أن أكو مبلغ 350 ألف دينار. هذا ردا على السؤال كان. طبعا ردا على السؤال، لكن الرجل صرح بذلك. الرجل يعني الموضوع خطير جدا لما يكون أعضاء مجلس الأمة أو أشخاص في الدولة ممكن يتلقون مبالغ لإسقاط وزير من الوزراء. المدعج هو خلاف، المدعج صار خلاف فيما يتعلق بإدارة بعض مؤسسات الدولة مثل هيئة سوق المال وغيرها من هالمؤسسات، خلاف داخل الحكومة وداخل المجلس، ولذلك طلع المدعج. إذا احنا أردنا أن نبحث عن الحقيقة، المدعج صار عنده خلافات داخل الحكومة وداخل المجلس، تعيينات، هيئة سوق المال، غيرها من هذه الأمور، لذلك تحركوا. أنا أعرف، أو على الأقل تقييمي للمجلس، أن أكو ناس يتحركون بالأوامر داخل المجلس، يتحركون على الوزراء، يتحركون على بعض القضايا بالأوامر. إيش قصدك بالأوامر يعني؟ يأتيهم أوامر من أطراف متنفذة في الحكومة تحديدا وفي السلطة للوقوف ضد هذا، ولا إثارة القضية الفلانية، ولا غيره. أوكي، في القضية اللي أثيرت قبل فترة وكان لكم ردود أفعال عليها، قضية الإيداعات، تقرير الإيداعات، وخاصة الإيداعات، وأيضا في قضية الملكيات العقارية اللي أعلن عنها رئيس اللجنة النائب الدكتور عبد الله طريجي، وحيلت إلى 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 مجلس الأمة وبتقريب سريع. أنت قلت إخفاء، يعني إخفاء التقرير تسبب في العبث بسمعة الناس، وصار فيه من نوع من المسجلات بتويتر، يمكن الدكتور حمد المطر كان له انتقاد أيضا الدكتور عبد الله طريجي، اللي نشرتها هي جريدة الصوت الإلكترونية، وقيل أن أنت ستقوم كمحامي برفع قضية عليها، مع أن هي نشرت تقرير وقالت فيه تورط لأسماء. وين مشكلتكم صارت يعني؟ لا، مشكلتنا الأولى هو قضية سرية التقرير، عشان لا يشوهون سمعة الناس. ليش تقول السرية تشويه؟ ليش تشويه سمعة الناس؟ هذا حق الناس. قضية الإيداعات هي قضية الناس. قضية الإيداعات والتحويلات هي اللي طلعت 70,000، الوطن كاتبة 70,000 في الجريدة، اللي الله يسهل وترجع إن شاء الله. تمام، باكر الحكم، باكر الحكم، الله يسهل. كاتبة أن 70,000، 70,000 كويتي اطلعوا على موضوع الإيداعات والتحويلات. تمام، أسقطت حكومة يا علي، أسقط مجلس في تلك الفترة بسبب موضوع الإيداعات والتحويلات. تي تخلي التقرير سري، تخلي التقرير سري عن أعضاء مجلس الأمة الحالي، وتخلي التقرير، أنا ما أدري شلون ساكتين أصلاً، وتخلي التقرير تقول لي عن المجلس وأداء ما يلا من فضلك، وتخلي التقرير سري عن الناس. بعدين يا علي، التقرير وهذا اللي علامة استفهام كبيرة، تخلي التقرير عرضة للقيل والقال لصحف إلكترونية مشبوهة، ولا بعض الجرائد، ولا غيرها، تنقل فلان وعلان وتحط أسماء وتحط صور. يا أخي لا تبوق ولا تخاف، إذا أنتم عندكم ما يعني الأدلة والبراهين على تجاوزات هؤلاء الناس، طلعوها وقولوا إحنا هذه أدلتنا 1 2 3 4. الأمر الثاني، بافتراض جدلي إن المعلومات اللي قاعد تسرب صحيحة، ما يبتوا حمد المطر اللي حاطين صورته، طبعا على فكرة أنا بس هذه قضية اللي أنا عارفه أنهم يحققون من 2006 ل 2009 ل 2012 ل 2012 حمد المطرف بافتراض، والرجل بريء من ذلك. تمام، وراح نثبت ذلك أمام المحكمة والشكاوى اللي راح نقدمها. لو حمد المطرف يوم أنت شفت أن في بعض التعاملات بافتراض جدلي أنه صار كذي، أو المعلومة هاي صحيحة أصلا اللي نقلت، ما تنادي حمد المطرف، ما تنادي سين من الناس، لا هو كانك ما تنادي كان صاد من كان الناس. ضيف الضيف النائب سعدون حماد اعتقد هو باللجنة، قال احنا كل واحد صار في تداول عقاري من هالفترة الى هالفترة، حطينا اسمه وكتبنا كم عقار بيده وفي شبهات عليه وحلنا وحطيناه ضمن التقرير. كل الكويتيين عندهم تداولات عقارية،
لا بس خاصة النواب يعني. ليش ما في أسماء وزراء؟ ليش ما في أسماء شيوخ؟ ليش يحطون بعض الأسماء؟ أنا عندي معلومة أكيدة إن بعض الناس تدخلوا وتحركوا إن الأسماء ما تتسرب، بعض أسماءهم ما تتسرب. لا بس إن الكلام على نواب، على نواب حتى لو على نواب. ليش نواب فقط؟ إحنا أوه. ترى على فكرة نعم. اللي مطلوب حتى اللي هو الطلب اللي قدم من في هذا المجلس الحالي على أساس يشمل كل النواب والوزراء، كل النواب والوزراء عن الفترة من 2006 إلى يومنا. الحين الكويتيين يصدقون أن الوزراء بأسمائهم، سواء كانوا كويت شعبيين ولا من الشيوخ ولا غيره، ما عندهم تداول عقاري. هذه عاد يقبلها عقل، تبي أحط لك الأسماء بعد. لكن السرية اللي هي تتنافى مع النص الدستوري فيما يتعلق في لجان التحقيق البرلمانية، تتنافى مع ما ذكرته المذكرة التفسيرية فيما يتعلق بشعبية الحكم وعدم المبالغة في ضمانات الحكومة ودورها في هذه العملية وتسكت عن الحكومة، علامة استفهام ثانية. ليش الموضوع كأن إيداعات وكأن ملكية عقارات؟ وين الثلاثة عشر واحد اللي ياهم تقرير أمن الدولة يقولوا ما اعترفوا إن خذوا فلوس مقابل مواقف سياسية؟ وين هذا الموضوع؟ ليش الناس قاعد تحاول إن تقطع عليه؟ وين موضوع التحويلات اللي يوم سفرة ومسؤولين في الدولة منهم الوزير المستقيل؟ يلا وين؟ خلي يقولون حق الناس. الأمر اللي غريب وعلامة استفهام بعد، مو علامة استفهام، صاروا 10,000 علامة استفهام، بنودي النيابة مباشرة. سمعت هذه أنت؟ وصرحوا فيها بنودي النيابة، وصوا بحال ثانية، لكن لازم بينعرض المجلس يتخذ قرار يعني. ماشي، لو افترضنا بتودي النيابة، شو بتودي النيابة؟ بتودي الملف هذا إلى النيابة، أوكي؟ لجنة التحقيق البرلمانية ليست لجنة جنائية فقط، لجنة التحقيق البرلمانية الذي يفقه في الفقه الدستوري هي لجنة تبحث في الجانب الجنائي، تبحث في الجانب السياسي، تبحث في الجانب التشريعي والفني. فالنيابة العامة لما حفظت قضية الـ13 واحد شنو قالت؟ ليش حفظت؟ قالت ان التشريعات مو كافية، طلعوا لنا تشريعات زين حتى نغطي الجماعة هذول اللي هم اخذوا الاموال بدون وجه حق، قالوها بالتقرير اللي نزل من النيابة العامة. زين، هل من توصياتهم تعديل القوانين؟ زين، ليش ما عدتوا القوانين قبل تحيلونها النيابة؟ ولا النيابة اخر شيء راح تيجي تقول يا جماعة انا ما عندنا قصور تشريعي، عندنا قصور تشريعي وراح تحفظ الموضوع؟ هل هو قبر لموضوع الإيداعات من جديد؟ هل ما في مساءلة؟ لا بس ما في توصيات لمساءلة سياسية؟ اسمعني عبد الله، خلي أقول لك، في اللقاء أذكره مع النائب سعد بن حماد قال إن بعض النواب اللي هم كانوا يدعون المعارضة أساميهم موجودة في التداولات العقارية. ماشي، ما تشوف إيه يبدو، ما تشوف إن الهدف قد يكون إن مثل ما تم إثارة الموضوع أنه كانوا في نواب مع الحكومة، أيضا في نواب من يد، وذكرت أحد الصحف لما قالت بعض النواب اللي كانوا حاملين شعار حماية المال العام هم متورطين في هذه القضية. نعم. القضية يعني أن فضح بعض من كان يدعي المعارضة. هذا كلام ما يليق أنه ينقال. ليش؟ وحسين، أنت تتكلم عن ذمة مالية للناس. الذمة المالية للناس ابتداء لما تلقى عندهم أي مخالفات أو تجاوزات أو ملاحظات أو شبهات تستدعيهم في التحقيق. استدعوا أحد؟ ما استدعوا أحد. زين، الأمر الثاني، تسكر الموضوع وتخلي التسريبات بدون تصريح إن هذه التسريبات مو صحيحة وسليمة، ماشي، فتحط علامة استفهام على هؤلاء الناس. هذا بعد ما يليق إنه ينقال على الناس. أنا ما أقول إن من المعارضة ولا من الأطراف. هذا كان السؤال اللي تقعد تكلم. الأخ يمكن سعيد العماني يقول لك تحية طيبة، ليش يظن الأخ الدلال بأن كل الأغلبية لم تلطخ يديهم بأيديهم بالمال العام، فهل يعتبر كل الأغلبية منزهين؟ لا أبدا، يعني ما يعني ما في أحد معصوم، كل يأخذ من كلامه ويرد. زين، إلا صاحب هذا القبر كما قال الإمام مالك، ما عندنا أحد معصوم. لذلك أنا قاعد أقولك ليش السرية؟ اعلنوا التقرير. أنا أقول حق الأخ سعيد مغانم، أقول له يا ابن الحلال إيدي بيدك، خلي يطلعون التقرير الكويتيين يشوفون الأولي والتالي. وإذا كان في واحد من المعارضة الحالية السابقة من أعضاء مجلس الأمة من الوزراء من أي طرف من الأطراف عليه شيء، ويبقى وده النيابة وده المحكمة إذا كان هناك تجاوز.
لكن أنا أقول لك التقرير الآن عطولنا إياه فقط كنا عقار ومسكتوا عن سالفة الرشاوة والتنفيع المالي مقابل المواقف السياسية وسكتوا عن التحويلات. أنا أقول كشفوا التقرير يا مجلس الأمة الحالي، كشفوا التقرير للناس ولا تخلون التسريبات تلعبون فيها بشكل أو بآخر يعني للإساءة للذمة المالية. ليش ما أخذتوها أنتم من جانب خلينا نقول جانب تعاوني أو ودي أكثر، يعني خاصة أن رئيس اللجنة كان معاكم في فترة سابقة مع الأغلبية الدكتور عبدالله طريجي برفعت سماعة التليفون كانكم يعني الاستيضاح منه. لا إحنا هذا الكلام قلناه بالسابق ونقوله الحين، حكل هذا في النهاية مسؤولية المجلس ككل، مسؤولية اللجنة هذه اللي شكلت ومسؤولية المجلس ككل، الآن هي بعهدة المجلس. المفروض أعضاء المجلس الحالي كلهم 49 ولا 48 ولا أيا كان أو حتى الوزراء وياهم هم اللي الآن يحنون يقولون يا جماعة كشفوا للناس التقرير، ما ينطرون. آخر شيء أنا تدري شنو توقعاتي؟ توقعاتي يمكن تصير جلسة سرية عشان إذا هم بيناقشون الموضوع بيصير جلسة سرية، لا هذه ذمم ناس أوكي ويخلونها ودونها النيابة. طبعا النيابة التقرير سري صح ولا لا؟ وتحقيقات النيابة سرية، ونقعد سنتين بين تسريبات يمين وشمال، الطول محمد والطول فلان والطول علان بدون أي نوع من الدليل والبرهان، تقعد لك أنت بالنيابة 18 سنة لبحث موضوع قد يكون ما في أساس. لذلك أنا أقول أنت وجاوبونا يا مجلس يا لجنة إيداعات استدعيتوا الناس ولا ما استدعيتوا؟ ليش استدعوكم؟ إذا أنت بتتهم أحد للنيابة، الحكومة سلمت المجلس الملكيات العقارية وفيها ملكيات. لما كنا إحنا في لجنة الإيداعات وكنا بنبحث، طبعا ما عطونا الفرصة ولا صار عندنا الوقت، كلها 127 يوم تمام، وكنا نبحث مع الجهات الحكومية وياين على الأشخاص، كنا بناديهم والنادي محامينهم وياهم تمام، وممكن يردون عندهم دفوع جيدة ونرادي كل الأطراف اللي لها علاقة بالموضوع، لكن ما صار لنا فرصة. التحقيق المتكامل إذا كان عندك شبهة لأي طرف من الأطراف تواجهه وتقول يا ابن الحلال إحنا وجدنا التعامل الفلاني. تدري أكو يعني الكويتيين عندهم تداولات عقارية سواء ورث ياهم سواء كانوا يشتغلون بشركة عقارية هم مساهمين. ليش الضجة اللي أنتوا أثرتوها هذه ردة الفعل العنيفة على خاصة الصحيفة اللي عرضت صور؟ شو الإشكالية؟ أنت شفت الحكي اللي مكتوب؟ تلاعبات وتجاوزات وتداولات بالملايين، تحط علامة استفهام على الناس هذه كلها. يمكن بعضهم فعلا صحيح الكلام هذا، ويمكن بعضهم انحطت صورته تحديدا بشكل الهدف منه الإساءة له يعني. فأنا أعتقد أن هذا عيب ما يليق أن تدار المسألة من الناحية الدستورية والقانونية. لا هذا تجاوز للذمم المالية. عندك شيء وتتكلم يا مجلس ان انا بكون شفاف واضح مع الناس؟ لا يبا، صلع وطلع كل البيانات والمعلومات قدام الناس، وذيك الساعة يعرفون الكويتيين من المصيب ومن المخطئ. اوكي بالمجلس هذا اذا شلنا قضية الإيداعات والتحويلات وغيرها، ايضا كانت هناك لجان اخرى من ضمنها لجنة الحيازات الزراعية، وحققوا فيها، والبعض يمكن توه قبل شوي النائب خليل صالح صرح ان هذه القضية قد تكون اكثر من الإيداعات وأكثر فسادا من بقية الملفات الأخرى، وبالتالي ما تشوف أن المجلس هذا وضع نصب عينيه مكافحة الفساد والهدف الأول اليوم أنه يحد من الفساد يواجه الفساد؟ ألا ترى بأن هذا المجلس هو فعلا حقيقة هو مواجه الفساد أم لا؟ جاوبني وراك بعد الفاصل. أعود لكم جديد مشاهدينا الكرام. عبد الله سألتك قبل الفاصل على قضية أن المجلس أيضا يحقق في قضايا أخرى فساد من ضمن قضية الحيازات الزراعية، ما تشوف أن المجلس هذا فعلا واضع نصب عينيه قضية مكافحة الفساد؟ لا يعني موضوع مكافحة الفساد أنا أعتقد يحتاج إلى برلمان جاد، البرلمان هذا مو جاد في قضية مجاد. مكافحة الفساد شنو دليلك؟ يعني أعطيك أنا طبعا موضوع الإيداعات هذا قصة بروحة أوكي، يعني ممكن تكلمنا فيها يعني فيها وممكن تكلم فيها أقولتهم فترة طويلة، لكن لما نيجي موضوع الحيازات الزراعية على سبيل المثال، يعني واضح الآن عند الكويتيين وعند المتابعين والمراقبين أنها صارت هي أداة التنفيع بدل المال السياسي المباشر اللي هي قضية الإيداعات مثل الإيداعات والإيداعات، لأنه صار في تشدد ومراقبة أكثر من
يعني المجالس من 2009 فما فوق، فبالتالي صار الآن التنفيع، وكل يوم يطلع لنا في وسائل التواصل الاجتماعي اللي يحاولون الحين بعد يقيدونها بشكل أو بآخر، يطلع لنا فلان الفلاني خذ القسيمة الفلانية، السياسي النشط اللي تابع لي سين من الناس اللي بالكويت أوكي. ها يلا نفضلك عند القسيمة الفلانية الزراعية، فلان الفلاني، قصص طويلة عريضة. انزين قالوا شبت هالمسألة هذه وقالوا يبقى احنا مشكل لجنة تحقيق. اللجنة شكلت بشهر 11 2014، احنا الآن بشهر 5، على وشك ان نخلص من شهر 5. كم صار لهم؟ 6 أشهر في لجنة التحقيق في الإيز، إلى يومنا ما طلعوا بشيء، إلى يومنا ما طلعوا بشيء، إلى يومنا أكو تجاوزات على قضية اللي هو الحيازات والقسائم الزراعية والقسائم الحيوانية وغيرها من هذه. هذه ما أداة توقع راح يطلع شيء؟ تنفيع. أنا أقول هذه أداة تنفيع مو مرتبطة بالمجلس هذا، حتى المجالس السابقة. بس هو دام المجلس يحقق فيها ما تشوف إنه جاد إنه يكشف فيه في ما. أنا أحط علامة استفهام حتى يصدر التقرير. أنا الحين قمت صراحة أطق بريك لما يطلعون لنا تقريرهم، خاف يسوونه سري بعد، لا تدري في أسماء، يعني نفس راح يسوون نفس الحركة، راح يخشونه بودي النيابة. شو الهدف؟ هو إذا ودى النيابة زين، هذا إجراء زين إذا ودى النيابة. يقولون حق الناس شنو المعلومات والبيانات، شنو الإجراءات اللي بيسوونها في الموضوع. يا أخي النيابة ما راح تروح تراجع شنو القوانين اللي بتعدلها، النيابة ما راح تروح وتشوف أنا هيئة الزراعة والهيئة الحيوانية بعدل فيها كذي والإجراءات فيه، النيابة ما راح تروح تحقق إداريا مع موظفين أنت ما وديتهم إداريا. نفس الشيء في الإيداعات، نفس الشيء في التحويلات، أكو شغل في التحويلات تتعلق بالخارجية، تتعلق بسفرة، إجراءات، بروتوكولات، آليات عمل، أمور كثيرة جدا. هاي ما له شغل النيابة عشان أنا أشيل الملف وقطه هناك، ولا الهيئة مالت الزراعة لما أنا أشيل الموضوع وقطه هناك في النيابة. بالعكس الله يعين النيابة أن أنت بتعطيهم عبء في طريقة التعاطي مع الموضوع. لكن إذا نتكلم عن إدارة برلمانية يعني على مستوى، نتكلم عن أداء برلماني راقي، نتكلم عن أن أنا أعطي توصيات جنائية وفنية وسياسية، توصيات أوكي وتشريعية وتعديلات، هنية تكامل التحقيق. لذلك أنا 6 أشهر ما يطلع على حتى الآن التقرير وفي علامة استفهام وآخر شيء يمكن يكون سري. لا تكلمني هذا الموضوع مو صحيح في المجلس اليوم يعني، وهذا الأمر مطروح اليوم، قضية سقف الحريات وأداء الحريات، يمكن في قيل على قانون الإعلام الإلكتروني اللي راح يمكن يعني الحكومة سوف تقوم بتقديمه لهذا المجلس. قالوا أن هذا القانون قد يكون هو، البعض قال لتنظيم الإعلام الإلكتروني وراح ينظم لنا خاصة في فرق تشريعي، البعض قال لا أن هذا الهدف منه هو وأد الحريات وتقليص سقف الحريات. وصارت عندنا أيضا من قضية إغلاق جمعية الشفافية في فترة سابقة وانت غرت فيها، ولكن وجهة نظرك في سقف الحريات اليوم؟ المجلس أنا أعتقد هذا من أسوأ المجالس في موضوع التعاطي مع الحريات العامة، من أسوأ المجالس. اليوم مكتوب علينا أو مكتوب علي أني أنا أتكلم المعذرة في الهجوم على هذا المجلس، لأن قاعد نشوف شيء فيه تمادي بشكل غير طبيعي على الأسس الدستورية والقانونية اللي تصير عليها الكويت منذ خلينا نقول 61. يعني لما يجون المجلس ويحرضون تحريض مباشر أشكرة على سحب الجنازي عن أطراف في المعارضة، سحب الجنازي عن أطراف في المعارضة. لما يجون المجلس وأطراف في المجلس ويجون يقولون لازم يبعد اللي مسحوب جنسيته، لما يجون المجلس ويقولون لازم نحط قانون نقيد اتحاد الطلبة، لما يجي المجلس نفسه ويحرض على جمعيات النف العام على إغلاقها وحط طالب لجان تحقيق على لأن انتقدتهم، خرجت عن 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 لأن انتقدتهم، ما انتقدتهم خرجت عن إطار الموضوع له. فأنا أقول لك أنت لما تتكلم عن الحريات، لا هذا المجلس ليس نصير الحريات، هذا المجلس يبي يقيد الحريات، وبالتالي كل ممارساته في هذا الإطار. يعني الـ 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 لما أنا الآن أنا أحرض، مو مثلا الحكومة تصرفت سحبت الجناسي، أنا أحرض كعضو مجلس أمة سحب الجنسية. ليش؟ هذول لازم يسحب جنسيتهم لأن عارضوا السلطة، ولأن أبدوا موقف مخالف للسلطة التنفيذية وللمجلس بشكل أو بآخر. هالحقيقة يعني لما أنا الحين أحط قانون الإعلام الإلكتروني المقترح
المقدم شنو الهدف منه؟ أنا ماشي في كثير من الدول تنظم، أنا مع التنظيم بحسين، أنا بالعكس أنا مع التنظيم ماشي. وين مشكلتكم عين؟ مشكلتنا أن لما يكون القانون، هذا القانون كان أنا جايبه وياي، لما يكون القانون الهدف منه أني أنا أتدخل في كل صغيرة وكبيرة في الإعلام الإلكتروني اللي هو مفتوح تماما. أنا لما في الدول الأخرى شو يسوون؟ يقول لك يا معود أنت تشتغل هذه بضوابط، روح اشتغل لا تأخذ إذن منه زين، لكن إذا صار فيه مخالفة إحنا راح نحاسبك عليها. هذا التصرف السليم، ماكو رغابة مسبقة تمام، ما في آليات مسبقة حتى حدك أنا أعطيك الموافقة ولا ما أعطيك الموافقة على صحيفة إلكترونية موجودة على الشبكة الإلكترونية أو على الإنترنت. تدري شنو معناتها؟ معناتها أنا بروح أسوي صفحة إلكترونية اسمها سيم من الناس برا، أسويها في بريطانيا، أسويها في الاتحاد الأوروبي، أسويها في الفار إيست، أسويها بأي مكان آخر، وأتكلم عن الكويت، يلا خلي جابلوني دولة الكويت وقتها وأروح هناك، لكن أنا مكون بالكويت وأراعي الاعتبارات. هذا أفضل في طريقة التعاطي، لا تتعاطى مع جماعتك بعملية أنك تبي تخلص أدوارهم، أنا أعطيك ولا أنا ما أعطيك، تعال عاد الإجراءات. بالغ في الإساءات، فبالتالي هذه ردة فعل طبيعية من قبل الحكومة لما تشوف الإساءات، خاصة أنتم تعرضوا بعض الإساءات لشخصكم أو في بعض طعن في الذمم وغيره، ما تشوف أن هذا يستوجب اليوم أن الحكومة تنظم العملية في إطار التنظيم؟ أنا قلت لك في إطار التنظيم، أنه يعني يكون هناك بعض الضوابط وغيره في مسألة التحرك الإعلامي ما عندي مشكلة، بس لما تي تتشدد في الصحف الإلكترونية وفي قيام الصحف الإلكترونية والصفحات الإلكترونية، وادخل في الصفحات الشخصية لوجات يعني ها، ادخل في الصفحات الإلكترونية، ترى ما يقدرون على تويتر على الأقل ها، لأن هاي شركات أمريكية، تويتر، فيسبوك، أوكي، إنستغرام، غيرها من هذه صفحات أمريكية ما يقدرون عليها. لكن لما يي أنا وأحط الصفحات الإلكترونية والمدونات وغيره وأخذ، لازم أخذ موافقة وزارة الإعلام، هذا شيء مرفوض. أنا أعتقد الرقابة المسبقة بهذه الطريقة، لكن إذا تقول لي والله إذا كان هناك مخالفة صار في تجاوز، تعال حط مدير ولازم يكون جامعي. تدري أنت الحين اللي يشتغلون في البلوجات وكذا وغيره أعمارهم على بالثانوية، العلم تغير وطريقة تفكيرنا كدولة لازم تتغير مع هالتكنولوجيا المتقدمة. عيالنا يختلفون عنا في طريقة التعاطي مع التكنولوجيا. أنا مع الضوابط لكن ليس مع التشدد المسبق اللي هو يخالف التوجه العالمي الآن في هالتكنولوجيا اللي راح تتطور زيادة وزيادة بعد. أوكي، لا خلينا نتكلم شوي على المعارضة شوي، ندخل عليها، نطلع من إطار المجلس. أنتوا كنتوا في البداية حاملين لواء الإصلاح، وأن أنتوا اللي عندكم رؤية الإصلاح وغيره، ولكن من الواضح أن اليوم أن الحراك قل، الحراك ما عاد نفس الفترات السابقة اللي أنت قبل شوي تقول 70,000، اليوم حتى إذا بتطلع ما راح تجيب هذا العدد أو نص هذا العدد أو ربع هذا العدد. نعم. كتب الأستاذ أحمد لدين مقالة وقاعد يتكلم بشكل عام، ولكن تكلم على قضية أن الحراك لما قال يعني اهتزاز الثقة ببعض مكونات المعارضة مثل الأغلبية وانتهازية حدث، يعني أنت في شقين، أنت مع الأغلبية وأيضا أنت في الحركة الدستورية، انتهازية حدث اللي هو يدعيها شو ترد عليه؟ يعني أنا ما كان بودي أن الأستاذ أحمد الدين يكتب هذا المقال. شو اللي خلاه خاصة أنه كان معاكم في الإطار المعارضة يعني وفي إطار التنسيق؟ لا، إحنا في النهاية الآن المعارضة وضعها مثل ما تفضلت، مو مثل السابق، وهذا لازم نقر بذلك. والمعارضة كما إحنا النادي السلطة بأهمية أنها يتراجع مواقفها، إحنا النادي المعارضة والنادي أنفسنا بأهمية أن نراجع مواقفنا السابقة. ففي اجتهادات يمكن وفقنا فيها من الله سبحانه وتعالى، وفي يعني كذلك أخطاء وقعنا فيها، وهذا شيء طبيعي في الموضوع. لكن يعني يمكن الأخ مبارك دويلة كتب مقال فيما يتعلق بالرد على الأستاذ أحمد الدين، وبين أن الكلمة هذه المفروض ما تقال في حق الحركة. الحركة كانت موجودة بالمعارضة، قاطعت الانتخابات مثل ما قطعوا الآخرين من أطراف المعارضة، شاركت في كل التجمعات اللي صارت يعني إلا بعضها لوجهة نظر تعلق ببعض المسيرات أو غيرها، شاركت في كل بيانات الأغلبية، لم يعني تشارك في الحكومة بشكل أو بآخر، مواقفها متسقة مع المعارضة، تضامنت مع المعتقلين، رفضت وأد الحريات وقمع الحريات. فالحركة
موقفها متوازن. لما يكون عندنا موقف بس كلمة انتهازية معناته ان انتم يعني تستفيد من الوضع اللي موجود يعني، وبالتالي تتخليتوا عن عنهم يعني. ما تخلينا عن احد، احنا موجودين الان في الاغلبية ومشاركين في كل الانشطة، وموجودين كذلك مع القوى السياسية اللي موجودة في اللي هو تيار الاخ احمد الدين اللي هو التيار التقدمي معانا. نعم. وبينا لهم ان عدم يعني تحفظنا على الكلام الذي قيل، وقلنا ان يعني احنا لم نهاجم الأخوة في التقدمي ولم نهاجم أحد من الأطراف الأخرى. ما تشوف أن الكلام لدين يطابق أو في نوع من التطابق مع كلام أنا مثلا البراق لما قال أقول لمن تخلى واختار الاستسلام سمحك الله، ما تشوف أن أنتم كنتم مقصودين فيها؟ استسلام لإيش؟ هذا كلام سلم البراك قال الاستسلام يعني. لا ما حدد أحد هو سلم البراك، بيحدد اللي تكلم في المعارضة يعني. ما تكلم هو عن الحركة الدستورية. لا أي بس لكن أنتم ما تشوفون الجزء اللي استسلمته؟ لا لا وين الاستسلام؟ بعرف شنو الاستسلام، شنو معنات، شنو مفهوم الاستسلام؟ تخليتوا عنه؟ لا أبو حسين، إحنا منذ بداية الحراك كنا واضحين مع كل الأطراف. على سبيل المثال الحركة الدستورية استمرت في تواصلها مع القيادة السياسية ماشي، ما انقطعت. هذا التواصل لم يؤثر على موقفها المعارض لممارسات السلطة التنفيذية والغراسات السلطة التنفيذية والصوت الواحد وأداء المجلس السلبي وغيره، استمرت ماشي. ولذلك هي حتى يعني نتيجة لهذا الموقف في ضريبة لمواقفها، شوف في تغليص عليها، في مواجهة لها من بعض المتنفذين الموجودين في الدولة، في هجوم إعلامي مكثف بشكل كبير جدا. إبراهيم من جاد يسألك بيان حشد الأخير ما شاركت فيه حدث. أي بيان؟ بيان الأخير، تكلم عن البيان الأخير ما شاركت فيه حدث. حشد ما لنا شغل بيان حشد، إحنا هذا الحشد لهم. لما دعوا القوى السياسية وقالوا أنتم ما شاركتوا وغيره، في بيان واحد ما شاركنا فيه. إيه؟ لأن إحنا أصلا مطلعين بيان فيما يتعلق بإبعاد الأخ سعد العجمي، إحنا كنا مطلعين موقف، وبعدين إحنا بينا أن عندنا تحفظ على خطاب الأخ مسلم البراك اللي قاله مؤخرا، وهذا اللي خلانا ما نشارك في بيان القوى يعني السياسية. يعني مش عندكم تحفظ على اللي طرحه محمود في بعض القضايا، في بعض العبارات اللي ذكرها. نعم تمام، كان عندنا تحفظ وبالتالي ما شاركنا على خطاب الأخير بعد خروجه من السجن مؤخرا. نعم. قال خطاب، فهذا الخطاب ما خلانا، لكن هذا ما منعنا أن نستمر مع القوى السياسية ومع حشد ومع التقدمي يعني. تمام؟ منعكم خطاب، لكن كان عندنا تحفظ. نعم. على موضوع الخطاب في حينه، ورؤيتنا أن إحنا مع الأغلبية، وما كان عندنا خلينا نقول قبول لأن تهاجم الأغلبية بهذه الطريقة. إحنا نادينا بموضوع إيقاف الأنشطة الميدانية، علقناها من الناس اللي نادوا واللي كذلك الأغلبية نادت، فلما يهاجم هذا الموقف ما قبلنا ذلك كذلك. يعني شوف البعض قال أنت يعني لما صارت قضية عاصفة الحزم، نعم، وانتم جيتوا قلتوا نعلق تضامنا وحفاظا على الاغلبيه الوطنية. اخذتها الراي. أي نعم. وقفتوا المشاركات، البعض يقول ان هذا ما كان نتيجه لقرار انتم اتخذتوه، لكن انتم كنتم محرجين وهذا القرار كان طوق نجاه بالنسبه لكم، فبالتالي اتخذتوا هذا القرار. لا ابدا، احنا كانت التحركات ممكن تكون في اكثر وسيله، كان ممكن نوقف الانشطه اسبوع اسبوعين ونرجع مره ثانيه، ما عندنا مشكله. أوكي. لكن الموضوع صار هذا الآن، إحنا بالنسبة لنا نعتقد وطن، والوطن له أولوية، والوضع كان خطير على الوضع الإقليمي، ودخول حرب، الكويت شاركت في حرب بشكل أو بآخر، فقلنا يبقى إحنا نعلق. هذا طبعا الرأي ليس رأي محمد ولا الحركة ولا غيره، هذا رأي الأغلبية لما اجتمعوا والتقوا وشافوا إنه من المصلحة، مصلحة الوطن. نعم. يعني الآن الكويت مشاركة في حرب تمام، والمعارضة نازلة الشارع وفي خلافات شديدة وكذا وغيرها في الموضوع، وانت شايف العصا الأمنية مؤخرا في العملية، على الأقل في هذه المرحلة لا، الوطن له أولوية. نعم. للعلم، بس للعلم أبو حسين، ترى يمكن احنا ما شاركنا في بيان معين وقلت لك أنا، بس في بيان بعده مباشرة مؤخرا من 4 أيام 5 أيام طلعناه مع القوى السياسية بوجود حشد، بوجود التقدم. نعم. البعض كان يقولنا يعني استقصاد من ينتمي للحركة الدستورية في المناصب القيادية في اللجان الخيرية، كنت أكلم أيضا أحد النواب أعتقد نائب نبيل الفضل لما سأل عن تجديد لأحد القيادات، وهو كان أخونا سابق في عندكم في الحركة الدستورية، البعض كان يطالب بوقف مثلا جمعية الشفافية. يعني هذه الحريات الحين الجماعة ما عليهم الآن، نبيل وغير نبيل اللي قاعدين بس جابرين الناس. البعض يطالب أيضا يعني بجمعية الشفافية لما أغلقت، البعض قال أن أنت هي هذه تبع أحد أذرع أو أحد أفرع الحركة الدستورية.
لا يزال هناك يعني، والبعض يقول لا والله الحركة الدستورية اليوم تستمر وعندها تواصل مع الحكومة ومع المختلف السلطات في الدولة، وبالتالي لا شغلكم ماشي ومناصبكم ماشي وتعيينات يتم تعيينها لكم ما تأثرتوا بشيء، هل هذا أي الموقفين أصح؟ لا يعني نكون صريحين مع الناس، في هجمة على تيار الحركة الدستورية في السابق، الآن هل نفس الهجوم بلا موجود؟ شك أن التغير الإقليمي قاعد ينعكس بشكل أو بآخر. أنا أقول هم بعد في نقطة إيجابية أن سمو الأمير يعني كان له وجهة نظر لما رعى جمعية الإصلاح مشكورا، وهذا يمكن حتى أقاضت كثير من هؤلاء المحرضين. هناك محرضين محرضين على مستوى الإقليم، محرضين داخليين، إحنا قاعد ندفع ضريبة وقوفنا لمعارضة قرارات السلطة في الصوت الواحد وبعض القرارات والمراسيم الخاطئة وبعض التصرفات الخاطئة في الدولة، احنا قاعد ندفع ضريبة في الموضوع، والضريبة ان يمنع بعض الأطراف وبعض الشخصيات من ان يكون لهم دور في بناء البلد. انا ما اقول اختار ناس من الحركة ليسوا ذوي كفاءة ولا قدرة ولا أمانة، انا اقول حط الضوابط، اذا كويتي سواء كان يمثل تيار معين، كان ليبرالي كان إسلامي كان شيعي كان سني كان حضوري بدوي، تختاره بناء على ذلك. لكن وحسين يتم استبعاد شخصيات لها وزن ولها غدر ولها تاريخ مثل الشيخ عجيل النشمي والشيخ خالد المذكور بجرة قلم، وهم من الشخصيات المعروفة. شنو نفسر هذا الموقف لما يكون وزارة الأوقاف الآن في عملية إقصاء لكثير من الأطراف لأن لهم انتماء للتيار الحركة الدستورية أو تيار جمعية الإصلاح. هني أنا ما أقول، أنا أقول أكو متنفذين عندهم أجندة في إقصاء تيار الحركة الدستورية، وأنا أقول لك هاي ضريبة المواقف لا صح في بعض ما زالت، وأنا أقول هذه اللي يجب أن على السلطة التنفيذية أن تتراجع عن هذا الموقف السلبي اللي قاعد يمثل عدم إنصاف عدم عدالة. نعم. وكذلك يخالف أن مثل هذا التيار الوطني يا درجة يا أخي لا درجة حتى المخالفين لنا زين مثل الأخ صالح المولى مخالف لنا في التوجه في الأيديولوجية أحيانا بالمواقف السياسية، الرجل يعني ما قدر يسكت، قال الآن إذا بتقرب يا واحد وعلى قولتهم اطق الإخوان زين وطق الحركة الدستورية. أوكي. الرجل ما تقبل، يقول مع مخالفتي لهم زين بأجالة شنو معناته بأجالة. هل البعض يقولنا هناك في لقاءات تتم خلف الكواليس يعني للتحضير إلا دعوة إلى حل مجلس أو دعوة لأنكم تحلون المجلس عشان تشاركون والله بالانتخابات، في إطار مصالحة قاعد تصير من تحت الطاولة، هل هذا الكلام صحيح ولا لا بصراحة؟ يعني في بوادر ولا لا؟ لا أنا قلت في الوطن هني وأكرر كلامي مرة ثانية، المعارضة والسلطة بحاجة إلى إعادة تقييم وإعادة مراجعة فيما يتعلق ومصالحة زين ومصالحة تدعون للمصالحة، أنا قلتها وأقولها مرة ثانية، إحنا محتاجين مصالحة مع الدستور، مصالحة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي وبطريقة إدارة الحكومة، يعني حتى لو يتعدل النظام الانتخابي يخلونا صوتين يخلونا أربعة مثل ما كان يخلونا 50 قوائم، في النهاية إذا ماكو حكومة بعد جيدة في منهجية التشكيل وفي طريقة الإدارة لا طبنا ولا غدا الشر. لذلك إذا إحنا نتحدث عن بلد يتقدم ويتجاوز السلبيات إحنا محتاجين إلى مصالحة حقيقية. هناك حكي وبعض الأطراف يعني واصلة حدها وقاعد تتحرك، بعض الأشخاص نسمع حتى في نقاشات جادة عند بعض أطراف الأغلبية، في نقاشات في الحركة الدستورية، في نقاشات ببعض في نقاش ماكو قرارات حتى الآن، لكن أوكي. في نقاش شلون نخرج البلد من حالة المأزق اللي في بوادر. أوكي، السؤال الأخير أخ مراقب يسألك إياه، هل كما فهمنا يعني منك أنت، هل أنت انتخابات المجلس القادم بوضع الحالي بصوت الواحد ستشاركون فيها؟ ما في قرار حتى الآن أبو حسين، ما اتخذتوا قرار؟ لا ما اتخذنا قرار، في نقاش جدي في الموضوع، لكن وقاعد نتشاور مع الآخرين في عملية التعاطي، لكن ماكو شيء. أوكي. والمجلس هذا مو جاد أصلا في موضوع التعاطي حتى مع اللي هو المقترحات المقدمة. نعم. على الرغم من معظم أعضائه قالوا إحنا بنناقش العملية وبنتصدى لها، لكن يا معود مو بالدرج إلا حافرين حفرة زين. نعم. أخيرا في حدود دقيقة بعد على الوقت انتهى، أنا أعتقد أن يعني إحنا محتاجين أن نهتم بقضايا الناس،
قضايا الناس تعاني فعلا في هذه المرحلة. أنا لما أقول والله نبي مصالحة مع الدستور وتعديل نظام انتخابي وكذا، يمكن الواحد كنا قاعد يروج حق مجموعته ولا تياره ولا شخصه بشكل أو بآخر. لا لا، احنا نتكلم عن إدارة أفضل، عن حكم رشيد على مستوى السلطة التنفيذية والبرلمان والساحة السياسية. احنا نتكلم ان شلون نضمن الوظيفة في مشكلة في التوظيف. في عندنا مشكلة كبيرة الآن في التوظيف. الآن الناس قاعد تنطرد من القطاع الخاص وملاقي حتى في القطاع الحكومي، القطاع الحكومي مكدس. احنا نتكلم عن بيع الوهم في السكن. الحين الناس ياخذون على الأوراق انهم راح يسكنون في المنطقة الفلانية، لا بنية تحتية ولا غيره. احنا نتكلم عن الصحة ومشاكلها. لذلك مو بس كذي، احنا قاعد نتكلم عن انخفاض أسعار النفط وزيادة التضخم والطبقة الوسطى قاعد تاكلها. لذلك شلون نعالج هالموضوع؟ الناس مع كل هالنقص في الجوانب التنمية والخدمات تشوف في صراع داخلي اجتماعي، شيعة وسنة وحضار وبدو، وفي وضع اقليمي الناس خايفة، خايفة على المستقبل. الناس بعض الشباب ابو حسين بأمانة والله وليس مبالغة تفكر بالهجرة. الناس تفكر في بلان بي، ان تاخذ لها شقه هني ولا بيت هني ولا المكان فلي، حتى لو دول ما ادري شلون مبلغ زهيد ان تحصل لها مكان. هذه النظره السلبيه للكويت والمستقبل الكويت تحتاج فعلا تفكير جدي. انا ما شلون السلطه تحط راسها على المخده او المتنفذين او الناس اللي موجودين في قياده السلطه التنفيذيه يحطون راسهم وينامون مع احتياجات الناس الرئيسيه. ليس كل الناس عندها فلوس، وليس كل الناس عندها طق الطياره الخاصه وتسافر فيها، وليس كل الناس يعني عندها القدره على ان تعالج امورها. لذلك انا اقول رأفة بالشعب الكويتي، احنا محتاجين فعلا تصالح مع الدستور، اداره تراعي هالاعتبارات بشكل كبير، واخروننا عن الاشخاص الجاهزين اللي ما عندهم إمكانيات وقدرات. يبولنا حكومة منهجيتها سليمة في التشكيل، عندها قدرة من حيث القوة والأمانة على الإدارة تمسك هالملفات، تصارح الناس هوني الحين كلها سرية لتقاريرهم، خل تصارح الناس بقضاياهم وبالتالي نقدر نقول نتقدم لهم. أنا إن شاء الله يعني أنا أعتقد أن أنا متفائل أن ممكن هالإحباط يؤدي إلى نتيجة. تفائل، ما مالنا الا نتفائل، وتفائلوا بالخير تجدوا. لا مشكور ابو عبد الله لحضورك معنا في هذه الحلقه، وان شاء الله تتكرر في لقاءات اخرى اكثر تفاؤلا تكون. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقه، لكم من اطيب المنى والى اللقاء.